بالله يا حبيبي. رايح أهم مشوار بحياتي. خدني معاك. مشوار اللي رايح له علاقة فيكي. مشوار شو؟ أنا رايح طلقك. رح أتجوز البنت اللي بحبها. حكيت مع المكتب مشان يجي ياخذوكي. بس أنا شو عملت؟ حطيت لك بحسابك بالبنك مبلغ كثير منيح. و انت بتستاهلي. والله انا بحبها. و ضبي اغراضك وخذي اي شيء بدك اياه من البيت. ليش هيك عملت هارون؟ ما تغاظيني، شغلي مو بيدي. الو سليم، حاكينا ضروري. سليم يا ويلك اذا بتكون متحرك من محلك. يا ويلك كرري كربتي. بدي لك شغله. انت احسن انسانه بالعالم. وانا رح اعوضك عن كل شيء عملته معك. وكل شيء اسود بحياتك شفتيه. بدي لك شغله. كنت دائما اقول انه ليش هيك عم يصير معي؟ حزن وتعاسه. ما كنت عارفان اني رح اكون مبسوط بيوم من الايام مثل هلا. شو بكي؟ ما تردي. هذا اللي شايفه مجرم، دوخ الشرطة حتى مسكوه، دير بالك منه. ها
مع فاي خالي. يا فيك دكتور. كتر خيرك دكتور. ولا يهمك. وبالنسبة للصغيرة عطيتها خافض للحرارة. تفضل دكتور. دكتور أنا الله وكيلك فرانك ما معي وما بقدر حطه بأي مستشفى، حتى الدواء ما عم بقدر جيب له إياه، بأماني عرفانة شو بدي أعمل، يعني عم تموت قدامي وما بقدر ساوي شيء.